احنا بس ننتظر محمود وجنة علشان مش عايزة أعيد تاني. أنا دلوقتي عايزة أشوف، عايزة أجيب ملف لقاعدة بيانات عندي. تعالوا ندخل، ثواني. لما يدخل محمود قولوا لي. يسمح محمود دخل. تمام. يلا تاني. الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها ازاي هربط بين قاعدة بيانات وازاي اربط بين تمبلت وور. اعمل دوت علشان لما يكون عندي قاعدة بيانات بتاعتي كبيرة جدا، عدد الطلبة مثلا في المدرسة عندي على 5000 طالب، البطاقة بتاعت الرقم القومي على مستوى الجمهورية، شوف انت بتتعمل منها كام نسخة. نادي زي نادي سبورتنج، عدد المشتركين فيه قد ايه عشان يعمل كارنيه عضويه، كارنيهات الجامعه، كل دي حاجات بتتعمل منها كتير نسخ كتيره جدا. ازاي اعمل دور بايه؟ جاست وان كليك. انا هوريك دلوقتي نموذج صغير جدا من اللي احنا ايه عايزين نعمله. انا هجيب لك دلوقتي نموذج. احنا كده كمجموعه، انتوا كده الثمانيه مثلا، 9 اللي قدامي دول ولا 8، عايزه اعمل لكم شهاده تقدير. مش عايزه اكتب اسم كل واحد فيكم، مش هقف انا على كل شهاده وهحط مازن، احط حسام، احط ادم، احط نور، احط محمد، احط جنه، احط نديم. مش عايزه اعمل كده. انا عايزه اعمل نسخه لشهاده تقدير واطبقها على الكل. تعالوا اجيب احط انا مسيفه بياناتكم فين؟ لما نتكلم على بيانات ونتكلم عن قواعد بيانات، ابسط نموذج لقواعد البيانات هو الاكسل. ده ابسط نموذج. بعد كده هو ممكن نطلع للمستوى اللي بعديه اللي هو الاكسس، برضو دوت يعتبر من برامج قواعد البيانات. نعلى شويه نوصل لاس كيو ال، نعلى قوي نوصل لاوراكل. تمام. احنا دلوقتي هنشتغل بايه؟ بالاكسل. انا هجيب شيت الاكسل بتاعنا، هشير السكرين، مش عايزه حد يقفل الكاميرا. دوت نموذج اللي انتوا دخلتوا مليتوه بتاع كلاس اي سي دي ال اندر 16. في ايه الكلاس ده؟ في اساميكم اهو، تمام، في تواريخ ميلادكم، في الايميلات بتاعتكم، في كام واحد في مدرسة وكام واحد في جامعة. أنا هحول الفورم ديت هحولها لإكسل.
بالضغط على الايكون دوت انا هحولها لاكسل. حولتها بالفعل لاكسل واهي بقت اساميكم موجوده عندي: محمود نبيل، مازن، محمد حسام، نور، جنه. هعمل داونلود للفايل دوت علشان يبقى موجود عندي على الهارد ديسك. تمام، داونلود مايكروسوفت اكسل. انا بقى موجود عندي اهو شو ان فولدر، بقى موجود عندي على الهارد ديسك بتاعي. انا دلوقتي مش محتاجه الانترنت في حاجه، اقفل ده. تعالوا بقى نروح على ايه، على الملف. الملف هو ICDL under 16، هفتحه. عقبال ما هو أو فتح الملف دوت، فيه كام، فيه قاعدة بيانات بتاعتكم، التاريخ اللي سجلتوا فيه للفصل، أساميكم، تواريخ ميلادكم، إيميلاتكم. تمام، عايزه بقى ده بالنسبه لي. يبقى انا كده عندي الملف الاولاني اللي هو فيه قاعده البيانات بتاعت اسامي الطلب. عايزه اعمل بقى النسخه بتاعت شهاده التقدير اللي انا عايزه اعملها لك. هاجي على الوورد او فايل نيو. مين شاطر يقول لي انا دلوقتي محتاجه ايه؟ عايز اعمل شهاده تقدير. اللي عارف يفتح المايك ويقول. كاردز. كاردز. عايز اعمل كاردز. لا يا ميس. ها؟ education. 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 شاطر. وبعدين؟ ها؟ مشيني يلا قول لي اعمل ايه؟ وبعد كده هدور على الشهادة التقدير. برافو عليك، برافو عليك يا محمود. هدور على نموذج لشهادة تقدير أنا عايزة أطبقه. كان في نموذج ازرق هنا اللي لما تشوفوه وقفوني. هفترض ان انا هختار دوت، بس مش هو دوت اللي كنت عايزاه، بس هفترض ان هو دوت نموذج اهو دوت ثانك يو سيرتيفيكيشن. هفترض ان انا هستخدم النموذج دوت. تمام، انا عايزه بدل بارتيسيبانت نيم ديت عايزه يتحط اسم كل واحد فيه، والسيجنتشر نيم، سيجنتشر ديت انا هحط اسمي، وده اسمي ثابت عايزاه انا كمدرسه بتاعتكم عايزاه يطلع على طول. ماشي، فهحط هنا اسمي. هل الاسم دوت انا عايزاه يتغير؟ ها؟ لا يا ميس. لا، ناويين تغيروا الميس بتاعتكم؟ لا. ايه تمام، وعايزه دوت عايزه اغيره، دوت عايزه احطه التاريخ اللي كل واحد فيه سجل فيه، وهنا اهوت عايزه احط اسم كل واحد فيه. هعمل دوت ازاي؟ هعمل دوت من حاجه اسمها ميلينج. شايفين القايمه دي؟ معايا؟ انا حاجة الميلينج دي عند الاسم دوت، همسح دي وهقول له هنا ايه، select recipient. عايزة احط هنا، هبتدي اربط بين جدول الاكسل وبين الشهادة اللي على الوورد. بيقول لي ايه، هتكتبي الاسامي بايدك. طيب a new list. انا ممكن لو عملت كده اهوت هبتدي انا هنا ادخل اساميكم انا هنا بايدي، بس انا مش عايزه اعمل كده. انا هي انا كده اهوت انا بكتب. لا انا مش عايزه اكتب، انا خليت كل واحد فيكم هو اللي يكتب اسمه بنفسه. انا مش عايزه اعمل حاجه، كسلانه، اكثر دقه، كل واحد يكتب اسمه بالطريقه اللي موجوده في البطاقه بتاعته، بالطريقه اللي موجوده في شهاده الميلاد بتاعته، ايا كانت الطريقه. ممكن تكون على فكره السبب ان انا فعلا كسلانه، انا كسلانه اكتب 5000 واحد.
ماشي؟ فلا انا مش عايزه اكتب الاسامي باسمي، انا هعمل ايه؟ use an existing list. هات لي من existing list، انا معايا existing list على الهارد ديسك بتاعي. الاختيار الثالث دوت لو انا هربط بين الملف دوت وبين الاوتلوك كونتاكت، ممكن اربط الاوتلوك دوت على فكره اللي هو الايميل، ممكن اربط بين ده وبين الكونتاكت بتاعت الايميل. امتى استخدم ده؟ مين شاطر يقول لي امتى استخدم ده؟ هل في كيس زي السيرتيفيكيشن كده ممكن استخدم الاوتلوك كونتاكت؟ حد يرد عليا؟ ايه مس، لو مثلا انا دلوقتي يعني ايه هبعت، ما يعني عايز اقول ايه، انا دلوقتي مثلا انا على الميل بتاعي في كذا حد بعت لي مثلا، يعني انا قايل مثلا للناس اللي انا بعت لها سيرتيفيكيت انا عايز حد يبعت لي حاجه على الايميل، تمام؟ انا هعمل كده عشان ايه؟ يعني اكتب اسمه على طول من غير ما افضل اكتب اسمه انا. بص محمود، افضل حاجه اللي انا اجمع بيها بيانات اللي انا اعمل فورم، تمام؟ الاوتلوك كونتاكت دي تنفع لو بيني وبين صحابي انا عايز ابعت انفيتيشن لعيد ميلادي، تمام؟ لو انا عايز اعمل انفيتيشن لعيد ميلادي فهم الكونتاكت بتوعي هم صحابي، هبعتها، هعمل حاجه زي كده اهو. ممكن لو انا اربط بين الاوتلوك كونتنت وكونتاكت والاوتلوك كونتاكت والسيرتيفيكيشن، لو سنتر زي نيو هورايزون مثلا بيطلب التسجيل للكورسات من خلال اللي انت تدفع اونلاين بالايميل بتاعك مثلا، يبقى في الحاله دي هستخدم كده. لكن انا بتكلم في كيس زي مدرسه لسه عندي طلبه ممكن ما تكونش عندها ايميلات اصلا، صح ولا لا؟ صح. يبقى انا هستخدم الكيس دي اللي انت بتقول عليه ده يا محمود، ينفع لو انت بتعمل انفيتيشن لعيد ميلادك ممكن تستخدم دوت، او لو انت بتتعامل مع ناس كبار بيسجلوا اونلاين من خلال الايميل وبيدفعوا اونلاين، يبقى انا هستخدم فعلا الكونتنت الاوتلوك كونتنت، تمام؟ لكن الكيس السيناريو اللي انا بحكيه ده دلوقتي ممكن اساسا طلبه يكونوا عندي صغيرين ما عندهمش ايميلات. وصلك يا محمود اللي انت بتقوله؟ صح مش غلط، بس في سيناريو تاني غير السيناريو اللي انا بحكي فيه، تمام؟ ميس ينفع تعيدي تاني؟ تمام ميس، هعيد ده كله تاني بس نمشي الجزء دوت. انا دلوقتي بقول ان انا عندي ملف دوكيمنت اللي هو السيرتيفيكيشن، وعندي قاعدة بيانات اكسل زي ما محمود قال لنا. محمود قال في الأول فعلا إن احنا هنحط الأسامي الطلبة في جدول اكسل، فأنا عايز استخدم جدول الاكسل بتاعي ده يا محمود، تمام؟ مش ديت اللي انت قلته في الأول؟ أيوه مس. نطبقه بقى. يا ميس، اصل حضرتك قلتي في حد عنده فكره ان انا استخدم الاوتلوك كونتنت بس، فانا كنت برد على السؤال ده. تمام، وانا موافقه على السؤال دوت في سيناريو زي ده، لكن مش في سيناريو زي ده. تمام. يلا ندخل على use existing list. هبتدي اختار انا عامله داونلود للملف بتاعي فين، انا مسيباه فين، انا حاطاه فين، حاطاه في الداونلود اهو، وهقول له اوبن. هو دلوقتي ربط بين هو فتحه لي علشان يتاكد ان هو ده ايه الملف بتاعي. اوكي مينيمايز. انا عايز دلوقتي بالظبط ان انا اقول له ايه، هو دوت الملف اللي انا عايزه، هو دوت اللي هتاخد منه وهتقرا منه الداتا بتاعتك، تمام؟ انا هنا بالتك اللي انا عاملاها دي بقول له ان الفيرست رو، اول رو في الشيت
هو دوت الهيدر بتاع الجدول بتاعي بتاع الداتابيس بتاعتي اللي فيه اسم اسامي الطلبه موجوده تحت كولوم اسمه الاسم، تحت كولوم اسمه النيم، الديت موجود تحت كولوم اسمه كذا، يعني عشان يجيب لي اسامي الهيدرز بتاعت التيبل، وهقول له اوكي. هاجي هنا بقى، انا عايز هنا ايه اللي يظهر من الجدول الكبير بتاع الاكسل دوت اللي كان موجود، اقول له انسرت ميرج فيلد. عايزه ايه انا من هناك؟ افكركم بالجدول كان قد ايه؟ الجدول كان فيه كل البيانات دي، انا من كل البيانات دي عايزه ده وعايزه ده بس، تمام، ومش عايزه الباقي. فانا جيت هنا اهو قلت له use an existing list، واخترت الملف من الدي وقلت له في الداونلود موجود، وعملت دبل كليك عليه وفتحه لي، وقلت ان هو دوت اول ملف، اول هيدر دوت اللي فيه اسمه عنوان، عنوان الحقل، يعني عنوان قاعدة، عنوان الخانة، وقلت له اوكي. وبعد كده هو انا عايزة احط هنا هو بس عايزة اسامي معينة، عايزة ايه من هنا بقى؟ انا عايزة من هنا هات لي دي، هات لي الاسم. هو بيقول لي هنا هو عايزة ترتبيهم ازاي، عايزة ترتبيهم، عايزة تعملي فلتر، تمام. انا هعمل ستوب بس للسكرين، ستوب للريكورد ثانيه واحده عشان في ايرور. معايا؟ شايفين شاشتي دلوقتي؟ تمام. انا بعد ما هنا هو في الاديت ريسيبيانت ليست، لو انا عايز اطلع شهادات التقدير بتاعتي عايزه اطلعها مترتبه، تمام، بحيث ان انا لما هاجي مثلا انادي في حفله التخرج يبقى الشهادات بتاعتي مترتبه بايه؟ باسامي الطلبه. فانا هاجي هنا اقول له سورت، رتب. رتب بايه؟ رتب بالاسم، اسندنج ولا ديسندنج، ايا كان اللي انا هرتب هختاره. لو اخترت ascending واقول له اوكي، هو رتبهم، حط على فكره الاسامي اللي بالانجلش الاول وفي العربي حطهم تحت، مرتب الانجلش فعلا ascending ومرتب العربي ascending، وبعدين هقول له اوكي. هاجي بعد كده عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اقول له ايه؟ هات الاسم بقى، insert field. هنا هحط ايه؟ هحط خانه الاسم، وهنا هحط ايه؟ هشيل دي وهات لي التاريخ اللي هم سجلوا بيه. احط تاريخ الميلاد، وممكن احط التاريخ اللي هم سجلوا بيه اللي هو الاول. تحبوا احط تاريخ الميلاد ولا احط تاريخ التسجيل على الفورم؟ تاريخ الميلاد. تاريخ الميلاد يا مس. تاريخ الميلاد. ماشي، احط تاريخ الميلاد. طيب انا عايز، انا كده خلاص، انا كده ربطت بين ده، بين الملف ده وبين الملف ده، اتربطوا خلاص. عايز اشوف النتيجه قدام عيني، اقول له ايه؟ وريني كده واحد بريفيو، اهو جاب لي شهاده ادم، وادم مولود 2/5/2006. هل انا كتبت ادم دلوقتي؟ انا ما كتبتش ادم. طب هات لي اللي بعد يا ادم، طلع لي مين؟ محمد حسام 4/5/2008. اللي بعده نور اشرف 12/2/2007. اللي بعده نادين 2/8/2010. اللي بعده نور الدين أشرف تاني، جنة 11/13/2010، ده رقم تليفون يا جنة. اللي بعده محمد نجيب 7/5/2008. انت عيد ميلادك النهاردة؟ لا، ده احنا في شهر 6. عيد ميلادك عدى الجاية. نعم، كمان شهر
بالظبط كمان شهر بالظبط. هو احنا في ايه؟ احنا في شهر كام؟ احنا في شهر 6. انت مدخل عيد ميلادك غلط؟ لا يا ميس صح، 7/5/2008 كان من شهر ولا 5/7؟ لا يا ميس من شهر. كان من شهر؟ كل سنة وانت طيب يا محمود. وهكذا ماشي. طيب انا عايز بقى اشوف اعمل بقى الفينش بقى، خلاص انا فعلا عملت كده ودمجت، وعايز اشوف الشهادات كلها موجوده في فايل واحد، فهقول له ايه؟ فينش اند ميرج. هيطلع لي حاجه نخلي بالنا منها، بيقول لي edit individual document، ولا هتطبع print document، ولا هتبعت على ايميلات. هنبعت على ايميلات لو احنا هنعمل زي ما محمود قال لنا، لو هنبعت بالاوتلوك يبقى هنعمل الفكره اللي قالها لنا محمود، هنعمل سند ايميل تمام. لكن لو انا عايز اطبع زي السيناريو اللي انا بحكيه دوت واوزع، هنعمل برنت دوكيمنت. طب انا ما عنديش برينتر، ما عنديش حبر دلوقتي، فهقول له ايه؟ سيبهم لي على الهارد، ولما يبقى عندي برينتر ابقى اطبع بمزاجي. فهقول له ايه؟ edit individual document. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايزه تعملي ميرج لكام فيلد. انا عايزاك تتخيل بس حاجه، ملف الاكسل فيه كام فيلد؟ هو بيعتبر ان كل واحد من دول، كل صف من ده ريكورد، والعمود دوت فيلد اوكي. فهو بيقول لي انت عايزه تعملي كام ريكورد. انا عندي كام طالب في الفصل هنا؟ من 2 لـ8، يعني عندي 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، عندي 7 طلاب صح؟ لكن في الاكسل بقى في كام صف، في كام رو؟ حد يعرف الاكسل في كام رو؟ اللي عارف يقول. الاكسل فيه كام رو؟ ميس ممكن تقولي لي السؤال تاني؟ الاكسل فيه كام رو؟ 5؟ لا مش 5؟ لا مليون. طب تعالوا نعمل سيرش علشان دي حاجة نعرف. 1508 يا ميس. 1508؟ طيب تعالى انا هوريكم بس. ميس 1551 اكتر. انا بقول في كام رو، ممكن ادخل كام طالب؟ اللي يوصل للمعلومه ديت قبل يقول ادخل اعمل سيرش على جوجل. 7000؟ لا اعمل سيرش على جوجل بسرعة. 100000؟ لا ما نخمنش، ادخل اعمل سيرش على جوجل. بص فيه قد ايه، شايفين الرقم؟ 1,084,576 رو ممكن اللي انت تدخل ده في ايه؟ في اكسل 2010. تخيل بقى اكسل 2016 في كام؟ متخيلين المنظر؟ متخيلين؟ أو ميني روز أهو 1,048,576 وكام كولوم؟ 16,384 تمام؟ يبقى أنا ممكن أدخل لحد 1,000,000 طالب.
طيب هل انا عندي بقى، انا لو عملت هنا في الوورد كده، لو انا قلت له هنا هو تقول هيطلع لي كام شهاده؟ ها اللي عارف يقول عددنا سبعة. عددنا مين اللي بيتكلم؟ انا ادم. ايه ده راي ادم. حد عنده راي تاني؟ بس انا بقول كارنت ريكورد عشان ايه؟ عشان يبقى مسيبهولي بس على اللي انا عامله. يعني عايز كارنت ريكورد؟ اه. طب كارنت ريكورد، محمود بيقول كارنت ريكورد، انا عايز افرق بين اول وكارنت ريكورد. ادم بيقول ان انا لو عملت اول هيجيب لي سبعه اللي هو عددهم. محمود نبيل بيقول ان انا اعمل كارنت، وكارنت هتعمل ايه يا محمود؟ انا على ما اعتقد كارنت هتعمل اللي انا كاتبه، بس اللي انا حاطته له هيعمله من غير يعني اي اضافه. هتطلع لي كام شهاده؟ يعني هتطلع له عددنا، هيطلع لي عددنا سبعة سبعة او تمانية مثلا. هي حد عنده حاجه تانية؟ لا محدش عنده راي تاني. انا محمود حسين اتفضل. محمد حسام. محمد حسام اتفضل. هو ممكن من from ده ده اللي ممكن احدد هو انا عايز من ايه لايه. انا مثلا من 1 to 7 اللي انا عايزه. برافو عليك، كلنا نسقف. هو دوت الصح اللي قاله ادم. الاول هتجيب لي، محدش سقف لمحمد حسام ليه؟ ما سمعتش حد بيسقف. اللي قاله ادم هيطلع لي مليون شهاده، منهم سبعه بس فيهم اسامي والباقيين كلهم هيبقوا ايه؟ فاضيين. اللي قاله محمود هتطلع لي الشهاده اللي انا واقفه عليها دلوقتي، اللي هي الشهاده بتاعته كارنت اللي انا واقفه عليها دلوقتي. اللي قاله محمد انا فعلا هقول له كده، روح عند شهاده، عند الملف بتاعي. انا عايزه فين؟ انا عايزه اول واحد دوت رقم كام؟ اول واحد رقم اتنين اهو. لحد فين؟ لحد اخر واحد موجود عندي في رقم كام؟ تمانية. لو انا عايز اعمل رينج بس، انا مش عايز من اتنين لتمانية، لا ده انا عايز من خمسة لتمانية، عايز اعمل من اتنين لستة هكذا. هو دوت اللي ده بيعمله لي، فانا هعمل من اتنين لتمانية وهقول له اوكي. انا عايزاكم تلاحظوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. بقى عندي الاسم بتاع الملف اللي انا واقفه فيه بقى اسمه letter 1، وعندي عدد الصفحات. انتوا شايفين عدد الصفحات هنا؟ شايفينها الشاشه جايباها ولا لا؟ ايوه سته. بقى سته. عندي الطلبه بتوعي هم محمد حسين، نور، نادين، نور الدين اشرف، جنه، محمود نبيل. الاسامي اللي هي موجوده فين؟ الاسامي اللي موجوده في الرينج اللي انا حددته. تمام. اسيف بقى انا الشغل دوت، الملف دوت اللي اسمه ليتر 1 دوت، هعمل له سيف، احطه مثلا عندي على الدي وهسميه سيرتيفيكيشن. انا بقى لما يبقى عندي برينتر، هقوم كل اللي انا هيبقى مطلوب مني لما يبقى عندي برينتر، اللي انا هاجي على الدي، على الملف بتاعي في الدي، واعمل دبل كليك على سيرتيفيكيشن. انا شايلاه في الدي اهو، وهعمل ايه؟ هدي اوردر برنت. كنترول بي واقول له ايه؟ اطبع.
يبقى انا كده طبعت في ايه؟ طبعت 7 شهادات من غير ما اكتب اسمه ولا واحد. نفس الوقت دوت لو هم 5000 طالب، لو هم 1,000,000 طالب، انا الاكسل ممكن يخليني اطلع عدد شهادات ميلاد لحد 1,048,500 ومش عارفه كام الرقم اللي احنا جبناه عملنا سيرش عليه. تمام؟ اعيد تاني؟ لا اعيد تاني عشان خاطر محمد حسام. وصلت الفكرة أصلا؟ الفكرة وصلت؟ أيوه. أنا هعيد الطريقة تاني، هعيد الطريقة تاني، بس أنا بسأل هل الفكرة وصلت؟ حد مش مقدر أهمية الطريقة؟ شايفة إن هي مش منجزة، ملهاش لازمة؟ مين شاطر يقول لي ايه فايدة اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده دلوقتي؟ ايه فايدتها؟ محمود نبيل. السرعة يس، السرعة. بينجز الوقت. مش هفضل اكتب اسم لو انا عندي 5000 زي ما حضرتك كنت بتقولي، لو هكتب 5000 اسم ده ممكن ياخد معايا. تمام. ادم اتفضل، انت عايز تقول ايه؟ ادخل ناس واستبعد ناس. ادخل التحكم في ان انا اطلع لمين، انا عندي كنترول. ها كنترول بالظبط. مين تاني حد عنده يفيدني كده هو بالطريقه دي ممكن تكون مفيده بالنسبه لي في ايه؟ نفكر كده هو. تخيل ان انت لو فعلا مين اللي بيتكلم؟ محمد نبيل اتفضل. يكون فيها دقة أما بنعملها. برافو عليك، هي ديت اللي أنا كنت عايزاها فعلا، برافو عليك. تخيل إن أنت لو فعلا بتعمل شهادة ثانوية عامة، هل هتدخل درجات كل طالب بنفسك؟ ممكن تغلط؟ فلما تتعمل بشكل أوتوماتيك كده هو وتخلي الكمبيوتر هو اللي بيطلع الشهادة، بياخد من هنا وبيحط هنا، بس أنت ما فيش علاقة بيه أكتر من إن أنت بتربط بس ملف النتيجة بنسخة الشهادة، يبقى دوت أكثر دقة ولا لأ؟ ها حد عنده فكرة تاني أهمية للموضوع ده؟ أكثر دقة. نعم؟ بتقول إيه يا محمود؟ كنت بقول يا ميس إن ده أكتر دقة. فعلاً. اعيد بقى تاني. نور ايه يا ميس؟ فهمت ايه؟ نعم؟ اهمية الموضوع ده فيه، فهمت ايه منه؟ رحت يا ميس الحتة دي. نعم؟ رحت في الحتة دي. مازن افتح المايك يا مازن. نعم. فهمت من الموضوع ده ايه مازن؟ موافق الوقت ودقة يعني وكده. في دقة متوفر الوقت. يلا نعمل الموضوع دوت تاني. انا هعيد الموضوع ده تاني بنفس الطريقه دي مره، وهنجرب نعمل اللي قاله محمود نبيل. اللي قاله محمود نبيل انا موافقه عليه تماما، ان هو هيربط بين الشهاده وهيربط بين الاوتلوك. تمام؟ بس احنا هنغير السيناريو، ولو سمحت يا محمود فكر في سيناريو غير اللي انا قلته. ماشي؟ اديني سيناريو وهندخل دلوقتي نجرب ازاي نربط بينه وبين الاوتلوك. اتفقنا؟ معايا محمود؟ اتفقنا يا مستر. تمام اوكي.
هشير السكرين وهنشرح الموضوع ده تاني. محمد حسام انا هعيده من الاول يا حبيبي، ولو حاجه وقفت معاك وقفني بقى. ماشي ماشي، يلا شير سكرين. هقفل كل دوت وهعمل واحد جديد خالص. كلوز هقفل كله ونبتدي من الأول خالص. هل في ملفات وورد تانية مفتوحة؟ لا، في ملفين اهم. تعالى نقفل. اهو ملف وورد اهو، وقاعدة البيانات بتاعتي انا ممكن يا اما تكون موجودة عندي في شكل ملف اكسل، او ممكن حتى اكتبها بايدي في جدول وورد عادي. بس انا ليه عايزاها في شكل اكسل؟ علشان اعودكم ان الاكسل ده هنشتغل عليه يا اولاد، والاكسل يعتبر ابسط قواعد نماذج قواعد البيانات، عايزاكم تتعودوا عليه. تمام؟ فانا من ضمن الحاجات اللي كنت بقول لكم، يا شباب اللي ما سجلش على الفورم يدخل يسجل، يا شباب اللي ما سجلش على الفورم بتاعت الاي سي دي ال يدخل يسجل، علشان انا مش عايزه اكتب اساميكم، مش عايزه اغلط في ايميلاتكم، فسبتكم انتوا اللي تدخلوها بنفسكم. فاي غلط في البيانات، لو انا مثلا عايزه اعمل شهاده تقدير ليكم، اي غلط فيها في البيانات هيبقى مسؤوليه مين؟ مسؤوليتي ولا مسؤوليتك انت؟ ها؟ مسؤوليه اللي عمل كده، مسؤوليه اللي دخل وملى البيانات بتاعته في الفورم. تمام؟ انا هوريكم شكل الفورم تاني علشان اللي وقع مني. انا الفورم اهو، طبعا انتوا كنتوا ايه شكل الفورم وانت بتملي، انت مش عارف ايه اللي ورا دوت، ايه اللي ورا الفورم، ايه الغرض منها، صح؟ مش كنت اول ما فتحت الفورم طلع لك الشكل دوت، وقاعد بتملى تقول نكس، وتدخل اسمك وتدخل تاريخ ميلادك وتدخل ايميلك ونكس، وفاكر ان الموضوع ملوش اي هدف، ملوش اي لازمه. لا، الموضوع ليه هدف وليه لازمه، ان الداتا بتاعتك اللي هنا هو بتتسيب عندي انا بشوف، ممكن ان انا اشوفها هنا كده على الانترنت كده وانا شغاله خلال جوجل فورم، وممكن ان انا احولها شيت اكسل. شيت الاكسل دوت بقى ممكن ان انا اربطه بشهاده تقدير وابقى اعمل لك شهاده تقدير، اعمل له داونلود من فايل، انزله داونلود عندي على الديسكتوب واقول له سيف از مايكروسوفت اكسل فايل، هينزل عندي في الداونلود في فولدر اسمه داونلود. الملف هنا هو في فولدر اسمه داونلود اهو. تمام، ادي دوت المخزن، ده المرجع، ده الريفرنس اللي باخد منه الداتا بتاعتي. هنا هوت في تاريخ ميلادك، هنا عندي ايميلك، عندي اسمك، عندي الوقت بالظبط، ده كمان انا عندي اقدر اقول لك انت دخلت الساعه كام. فاهمني؟ انا يعني من هنا ممكن اقول لك محمود نبيل دخل يوم 26/5 الساعه 10:30. محمود نبيل هو داخل 10:30، في حد دخل قبل محمود نبيل، ابتدي اعمل صوره الجدول دوت بالتاريخ بحيث ان هو يجيب لي اقدم واحد، اول واحد سجل كان مين. تمام؟ بس دوت مش موضوعنا، لما ندخل الاكسل هنشرح ازاي اعرف اول واحد سجل. يبقى دوت المخزن بتاع البيانات بتاعتي. طيب اجي بقى بعد كده هوت للنقطه الثانيه، ان انا عايز شهاده تقدير. حاجه من اثنين، اما ادخل هنا هو فايل نيو
education وادور على template certificate تكون شكلها حلو. طيب لو ما عنديش ان هو certificate شكلها حلو ومش عاجبني، يعني اللي هي اللي احنا كنا بنعمل عليها دي عيالي قوي، انتوا شباب كبير ما ينفعش معاكم certificate زي دوت، عايز اجيب certificate محترم يليق بيكوا كده، اجيبه منين؟ مثلا دوت ده حلو، كنت هقول لكم ازاي نجيب من على الانترنت بس ده مقبول. يلا بينا ناخد دوت. بيعمل لودينج وهعمل له ايه؟ داونلود اهو. حلو دوت. راضيين عنه ولا نجيب واحد من على النت؟ نجيب واحد من على النت. نجيب واحد من على النت. نجيب واحد من على النت. كله مش راضي عنه؟ تعالوا نجيبه. لا عشان بس نعرف ازاي نجي، عشان لو ما لقيناش حد مناسب نعرف نجيب من على النت. طيب ماشي، تعالوا نجيب واحد من على النت. ابعت لكم لينك التمبلت ممكن اللي احنا ندخل ونجيبها سيرتيفيكيشن عليها من على النت. مايك على موقع مايكروسوفت في تمبلت كتيرة جدا، ادخل ودور واختار منها اللي انت عايزه. انا هاجي هنا هو، ممكن كده وانا واقفة من بره كده ممكن اعرف السيرتيفيكت فين واعمل دبل كليك عليها وادخل احاول بقى ان انا وانا بختار انا بدور على سيرتيفيكت تكون ايه؟ تكون وورد. ها انا شغاله دلوقتي على الوورد، لقيت اشكال اهي افتحها واشوفها، لو هي وورد هاخدها. هنا هو نوع دوت ايه؟ نقرا هو كاتب ان هو دوت ايه. حد شايف اي بيان يقول ان ده وورد هنا؟ باوربوينت. فين؟ انا مش شايفه. المفروض ان هو فعلا بيقول اسكان باوربوينت او وورد بس انا مش شايفه. انتوا شايفين؟ فوق داونلود. فوق داونلود. اه فعلا ده باوربوينت. اه فعلا هو ده باوربوينت. لا لا ده مش عايزين، انا عايزه وورد. صح انت محمد النار اهو دوت وورد تمبلت. هو دوت اللي انا ايه؟ هو دوت اللي انا ممكن اللي انا اخد. على فكرة في كتير بقى، انتوا دوروا بقى على الألوان وبص مثلا افتح ده كده اهوت وشوف اهو ده وورد برضه. اوبن لينك نيو تاب. اهو ده وورد، ده شكله أحلى. تعالى نعمل داونلود. في حاجات هتبقى فري من غير فلوس وفي حاجات هتبقى بفلوس. لو لقيت ان هو بيقول لي ادفع مثلا او كده ابعد عنه وابتدي ادور على حاجه تانية. تمام. بص هنا الشكل بقى، الشكل هنا اتغير، مش هو ده الشكل اللي انت كنت اللي احنا كنا شايفينه من بره. خلينا في ايه؟ خلينا في التاني دوت، نعمله داونلود. الاشكال من جوه هنا بيبقى شكلها غير اللي احنا بنشوفه من بره. المهم ان هو دوت المكان اللي انت بتدخل بتشوف فيه. تمام. وصل لكم الفكره ايه؟ ولاد. تمام يا مس. تمام. هو دوت المكان اللي انا هدخل وهعمل منه لو حاجه عجبتني هاخدها من هنا واعمل لها داونلود. بس طبعا هيبقى فيه يعني انا
ما عنديش أي مبرر لوجود لاختلاف شكلها هنا عن الشكل اللي أنا بعمل عليه دبل كليك. هل هو دوت مثلا تحديد منهم علشان ما حد عشان تدفع فلوس؟ مش عارف، ممكن حد فيكم يبقى يعمل سيرش ويعرف لنا ليه هم بيغيروا شكل التمبلت عن اللي احنا نعمل لها داونلود. تمام، خلينا نستخدم اللي هو الشكل اللي موجود عندنا ده. تمام، هنزله بقى دوت. انا هنا هوت عند your high school، انا هنا هوت هكتب اسم المدرسه. الاسم دوت حاجه هتتغير ولا حاجه ثابته؟ الاسم حاجه بتتغير ولا حاجه ثابته؟ بيتغير. انا همسحه لان دوت حاجه هتتغير. انا ممكن هنا هوت اضيف بدل ما هي دي كده، انا ممكن احط هنا هوت لوجو المدرسه. لوجو المدرسه حاجه ثابته ولا بتتغير؟ حاجه ثابته. لوجو المدرسه حاجه ثابته. هاجي هنا هقول له غيرها. خدتوا بالكم حطيتها ازاي؟ عرفتوا حطيت اللوجو ازاي؟ وانا بس بدي احط اللوجو تاني. هو اصلا كانت الشهاده مكتوبه كده دايره وحاطط جواها كلمه سيل دي. انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه على قد الدايره ديت علشان ما لخبطش الديزاين بتاع الشهاده. انا بس على قد الدايره دي بدل الكلمه دي هقول له رايت كليك ايه، وعايزه اغيرها رايت كليك فورمات. دي ما كانتش موجوده، انا وقفت على الدايره كده وقلت له رايت كليك فورميت شيب، طلعت لي الدايره ديت. فهاجي في الفيل وهقول له سوليد، هاتهولي هو هنا هو سوليد ولونه ابيض. لا انا مش عايزاه سوليد، انا عايزه بيكتشر. لا افترض ان هو ما طلعتليش ديت، فانا عايزه اجيب البيكتشر ديت. فهقول له انسرت وادور عليها في فايل عندي، ادور عليها على الهارد ديسك وهقوم ايه قايله له انسيرت. تعال نجرب اللي احنا ننزل شكل تاني علشان تعرف ان هي ايه بتنزل بالشكل ده. انا حطيت مثلا الشكل ده، طبعا مسحت كلمه سيل ديت علشان انا مش عايزه. تمام، تعال نغيرها نرجعها، نعمل بقى كنترول زد وايه، انا هسيب ايه المدرسه. ماشي، عايز بقى احط هنا اسم كل واحد، هو دوت الحاجه المتغيره في الشهاده دي. فهاجي هقول ميرج ميلينج select recipient use an existing list، list بتاعتي. هشاور على الملف بتاع اسامي الطلبه اللي موجوده عندي في الداونلود، هشاور عليه واقول له open. وبعدين هو هنج تمام. select recipient use existing file واشاور عليه في الداونلود اللي open. بياخد وقت بس يربط الملف دوت بالتاني. وبعد كده هبتدي اقول له ايه الفيلدز العناصر اللي انا عايزاه يجيبها لي من هناك ويحطها لي.
الايرور اللي بيطلع دوت بيطلع نتيجه ان انا ربطت قبل كده ملف الوورد ملف الاكسل دوت من يعني من غير ما اسيف التاني. هو بيقول لي عايزه تستخدميه هو هو ده، هو مستخدم في قبل كده في ملف تاني، انت عايزه تستخدميه هو هو، فانا اقول له ان انا عايزه استخدمه هو هو. هات التيبل اللي موجود هنا اهو، طيب استنوا انا هاجي عند الملف ده اقفله don't save. الملف ده هفتحه من أول وجديد. بس وهاجي عند الورد هنا وأقول له select using existing list، هختار من الداونلود أهو، وهقول له إيه، بيقول لي أعمل تيك على إن أول عمود أول خانة في أول صف دوت هو رأس الجدول بتاعي، الهيدر دوت هو رأس الجدول بتاعي، وهقول له إيه؟ أوكي. وبعد كده هو أبتدي أقول له بقى المكان اللي أنا عايز إيه، هي العناصر اللي أنا عايز أخدها من هناك، عايز لو عايز أرتب الشهادات تطلع بتاعتي مترتبة، فهقول له إيه؟ أقول له sort رتبها لي، رتبها لي بناء على إيه؟ هو لسه ما قراش برضو الجدول. كده اتقرا، بقت الاسئله بقت داتا موجوده، عايز ترتبهم رتبهم، مش عايز ترتبهم سيبهم ما ترتبهم. احنا اخدنا في المره اللي فاتت ازاي نرتبهم اللي احنا عملنا صور، المره دي مش هنرتبهم وهنجيبهم بنفس الترتيب اللي هم موجودين بيه. انا عايز احط هنا الاسم، فهقول له هنا ايه insert merge field، انهي فيلد اللي عايزه اعمله insert الاسم. عايزه اضيف حاجه هنا، هو احنا في الشهاده الثانيه كان في تاريخ، في خانه للتاريخ، لكن الشهاده دي ما فيهاش خانه للتاريخ، انا ممكن اضيف الخانه دي، او ممكن اللي انا ممكن هنا مثلا اشيل بدل دي احط ايه ديت، وهعمل مثلا كده نقطتين فوق بعض، وهحط هنا هو التاريخ، وهاجي هنا ممكن نضيف ايه، كنت بسألكم على ايه في قاعدة البيانات دي، هحط الايميل، فهاجي هنا هو في البيت دوت هقول له insert field، هات لي ايه، هات لي تاريخ الميلاد، وهات لي هنا هو اكتب لي ايميلات، تمام. وهندخل دي بس كده جوه شويه علشان خانه الايميل ايه كبيره، يعرف ان هو يكتب الايميل، وبعد كده اعمل بريفيو، فرجني بقى اهو، جاب لي فعلا محمد نبيل تاريخ ميلاده اهو، والايميل بتاعه اللي بعده محمد حسين تاريخ ميلاده اهو والايميل بتاعه، وهكذا هيجيبهم لي كلهم، وبيغير لي قاعد يغير لي في الايميل وبيغير لي في تاريخ الميلاد. عايز اطبع بقى، فلو هطبع هقول له على طول print document، طب لا مش هطبع هسيبه على الهارد ديسك عندي، هقول له edit individual document، ولو عملت all فهيطبع لي من واحد لحد مليون 400 مش عارفه وكام
اللي هو عدد الصفوف اللي موجودة في الإكسل، لا أنا عايز أطبع عدد موحد. لو عايز أطبع النتيجة دي بس اللي أنا واقفة عليها اللي هي نور، أنا واقفة دلوقتي عند نتيجة نور فهقول له current record. طيب لا أنا عايز أطبع range محدد فهقول له من 2 لتسعة مثلا. أنا عايز أوريك ليه التسعة، تعالى نقول من 2 لعشرة. احنا عددنا مش 10، احنا عددنا أقل، بس هوريك إن النتيجة هتوصل لإيه وبعدين أقول له أوكي. فتح لي اهو ملف تاني وسميه letter 1 وحط لي اسامي كل اللي موجودين، بس هلاقي كمان هلاقي شهادتين فاضيين لان احنا عددنا مش 10. هل احنا عددنا 10؟ بص ادي شهاده لقيت عددنا، احنا عددنا 9 وعمل 9 شهاد. انا قلت من 1 ل 10 فين الباقي؟ المهم ان هو في ايه؟ عمل الزياده اللي هو ما لقالوش بيان عملوا لي ايه؟ شهاده فاضيه. طيب عايزه اسيب الشغل دوت فهعمله سيف، احطه على الدي وهسميه مثلا فيكتوري كوليدج سيرتيفيكت واقول له ايه؟ سيف. هقفل الملف بتاعي. هو دوت يعتبر اللي انا ربطت عليه اللي هو في قاعده البيانات، فلما تيجي تقفله هيطلع لك مسج مش زي الثانيه، وهيجي يقول لك خلي بالك ان دوت مربوط بقاعده بيانات، عايز تسيبه بالربط ولا مش عايز تسيبه. فانا لو عايز اسيبه بالربط علشان ارجع له بعد كده هقول له سيف، لو مش عايز اسيبه خلاص انا اخدت اللي انا عايزه فهقول له don't save واقفل بقى خلاص. فلو عملت don't save قفلت واقفل كل الشغل بتاعي بقى ده كده. عايزاكم كل واحد فيكم هبعت لكم الملف بتاع، او بلاش نبعت الملف عشان دوت فيه داتا بتاعتكم. خليهم work. في حد لسه مش فاهم؟ ميس عايز اسال سؤال. اتفضل. لا يا مسامس. اتفضل يا محمد. عايز اطبعهم، اطبعهم ازاي بقى؟ لازم يكون في برينتر متوصل معايا، لو في برينتر مطبوع عندي استنى هوصل اعمل سكرين تاني. انا الملف اهو عندي، الجي او فيكتوري كوليدج سيرتيفيكت، حاجه من اتنين، يا اما من فايل من هنا وهعمل برنت هيطلع لي عدد الشهايد بتاعتي كلها. انا بعمل كام شهاده؟ انا عامل كام شهاده أو. لو في برينتر بقى هنا اهوت هتختارها. يعني للاسف انا دلوقتي مش متوصله ببرينتر اصلا، لكن لو متوصله ببرينتر كان اسم البرينتر هيبقى موجود هنا وبعدين هضغط برينت، لكن انا مش متوصله ببرينت. تمام تمام ايه، حد عنده سؤال تاني؟ هو نور طلع؟ ما اعرفش بس هو مش موجود عندي. نور طلع. نور طلع من امتى؟ ميس نور طلع. حد كان مركز هو طلع من امتى؟ لا 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 ميس، ممكن يكون النت عنده قطع بس. اوكي ما يظلمش الراجل. ماشي صاحبك هو. ماشي
حد عنده حاجة دلوقتي؟ عيد تاني؟ وصلت لكم؟ شكرا يا ميس. طب يا ريت بقى كده تعملوا ايه؟ تعمل كل واحد يجرب الموضوع دوت، تعمل جدول حط فيه اي اسامي عشوائيه، اي اسامي عشوائيه، واختار سيرتيفيكت كده حلو، تمبلت حلو سواء من عندك على الاوفيس او اعمل داونلود. شوف ليه انا كان بيطلع لي النماذج كده مختلفه، على الرغم ان انا كنت عامله داونلود لواحد على النت. ثواني اشير لكم كده السكرين بتاعتي، بس مش عارفه ليه هو دلوقتي عمل معايا كده. هوريكم حاجه، انتوا شايفين السكرين دلوقتي صح؟ أيوة. بصوا كده، لا السيرتيفيكيشن دي اللي لسه عاملينها سوا دلوقتي، لا مش دي. مشكلة لما تربط جدول، لما تربط ملف قاعدة بيانات، لو لو غيرت مكان قاعدة البيانات بتاعتك هيطلع لك كل الايرورز اللي انت شايفها معايا دلوقتي. طبعا الملف انا شكلي مسحته على قاعدة البيانات فعشان كده مش عايز يفتح، بس هوريكم النموذج من مكان تاني. استنوا اهو اخيرا فتح، ده النموذج اللي انا ربطت عليه، لكن ما جابليش اسامي الطلبه لان انا نقلت الملف بتاع الداتا بيس بتاعهم. فاهمين؟ ايوه. مش انا كنت بختار له بقول له use from existing list، وبختار له هو مكان، هو موجود فين؟ هو موجود في الدي، وكنت بقول له هنا. فلو انت غيرت له المكان اصلا او لو مسحته هيفتح لك منين؟ هيجيب لك البيانات منين؟ فاهمين الايرورز اللي كان بيطلع ده كان نتيجة ايه؟ حد يرد عليا؟ تمام. لو غيرت مكان الملف بتاع الداتابيس بتاعك هيطلع لك كمية الايرورز اللي كانت طالعة لي دي. النموذج ده على فكرة انا جايباه من على الانترنت. من نفس المكان اللي انا فتحت لكم بيه، بس نزلته كامل، مش عارفه ليه بقى التانيين نازلين بالشكل ده. ودي ما كانتش صوره فيكتوري كوليدج، كانت برضو نفس الحكايه، دايره كده اهوت، وانا غيرتها للوجو ده. فممكن ان انتوا تدوروا على اشكال بقى كده، تدوروا على اشكال سيرتيفيكت تكون حلوه غير اللي موجوده التمبلت الاساسيه. محمود نبيل انت ليه قفلت الكاميرا؟ محمود افتح الكاميرا. دوروا على اشكال سيرتيفيكت على الانترنت واعملوا ميل ميرج. انا قفلتهاش. ماشي محمود، واختار جرب اللي انت تعمل جدول كده على الاكسل، وحط فيه اسامي، حط فيه ايميلات، حط فيه درجات، جرب تعمل حاجه زي كده. الشاطر بقى اللي بجد اللي هيعمل لي مش شهاده تقدير عاديه، اللي هيعمل لي جدول طلع شهادة الشهادة بتاعت السنة اللي فاتت بتاعتك من المدرسة، واعمل لي واحدة زيها، حط 10 طلبات 10 طلاب. تمام؟ يعني انت هتجيب لي شهادة المدرسة اللي اخدتها السنة اللي فاتت او الترم اللي فات، وهتعمل واحدة زيها ب10 طلاب بنفس المواد. شوف انت عندك كام ماده بقى هتنفذهم،
تمام؟ اللي هيعمل المهمة دي ياخد 20 جنيه. اتفقنا؟ بس المهمة دي هتتنفذ امتى؟ العشرين جنيه دي هتتاخد امتى؟ اللي هيرفع الشغل دوت بكرة زي دلوقتي هياخد 20 جنيه. نعم يا جماعة. وحضرتك 10 مواد ولا 10 طلاب؟ حسب المواد بقى ديت بتاعتك انت. انا بقول لك شهادة الشهادة بتاعتك انت، هتصوري الشهادة بتاعتك يا جماعة علشان اعرف إيه انت عندك كام مادة، وهتنفذي واحدة زيها ال10 طلاب. اتفقنا؟ أول واحد هيرفع المهمة دي، وأنتم مسموح لكم يعني الجايزة اكسباير بعد 9 بالليل. 9 بالليل لو محدش رفع قبل 9 بالليل مفيش جايزة، لكن لو في كذا واحد رفع هيبقى أول واحد رفع. لا مش أول واحد رفع، علشان مش تعرفوا إن واحد رفع يبقى خلاص. لا هعمل صح، يعني لو كلكم رفعتوا هنعمل قرعة أونلاين. هدخل أساميكم كلكم على برنامج ويختار لي اسم إيه راندم منه. اتفقنا؟ عارفين ده بيتعمل إزاي؟ عملته معاكم قبل كده؟ عملت معاكم ده قبل كده؟ تقريبا لا. طيب ثواني، ادي الداونلود، ثواني هختار افتح الشير. يا ريت حد يا ادم رن النور كده وانت معايا، شوفوا طالع ليه. الو، او خلي بابا يكلمك. حاضر. ايوه تليفون بابا فصل. ماشي نور، ماشي يا ادم. انتوا شايفين الشاشه؟ ايوه انا عندي برنامج اهو، شغل البرنامج وهجيب اساميكم منين؟ من الملف اللي موجود عندي طبعا. ما هو انا فين؟ انا عايزه داونلود. لو افترضت ان كلكم كل المسجلين كلهم عملوا جو، هاخدكم كده كوبي وهقوم رايحه على البرنامج ده وهحط اساميكم هنا وهقول له ايه باي كروندم نيم. مين بقى اللي هياخد الجايزة؟ ادم. تمام، بس طبعا انا مش هحط اساميكم كلكم هنا، يعني اللي مش حاطط اللي مش هيكون حالل مش هحط اسمه اصلا. اتفقنا؟ اتفقنا. ده بالنسبة للجائزة المادية. الجائزة المادية هتتاخد بشكل الراندوم، لكن طبعا أول واحد طبعا دوت هيتحط له مثلا بادج على الصفحة بتاعته، يبقى كده في ميزتين. ميزة هياخدها أول واحد اللي هي ميزة البادج، والميزة المادية هتبقى بشكل راندوم. اتفقنا؟ متفقين حاجة؟ حد عنده اعتراض على اي حاجه؟ لا. نكمل بقى، نكمل الواجب. الناس اللي ما اشتغلتش على الواجب تكمله. ادم لو عايز سابعه كام؟ سابعه واحده ل10. ادم على فكره كان عايز يشير الشغل بتاعه، اشتغل على الواجب. ممكن في 5 دقايق كده بسرعه ادم تشير. حاضر اهو، شاير الولد بتاعي شير. ايه ده؟ اهو
عندي اول الملفات my blank document my fix column my pdf my summer document و افتحي my summer document كده my summer document ميس المشكلة في السمر دوكومنت ذات نفسه عندنا كلنا بيظهر بلانك عادي من غير أي حاجة تمام طب افتح لي كده الفاكت كفر يا آدم فاكت كفر تمام اعمل سيرش عليها محمود وشوف سبب ايه سيرش لا لا انا الفايل صح فين لا اللي بعمله في الريسنت يا ادم ريسنت في الريسنت اوبن فايل اوبن اهو لقيت خلاص ماي فاكس كفر اهو لا ده اللي موجود دلوقتي ماي سمر دوكيمنت لسه ما فتحش فاكس كفر انا عندي فاتح مكتوب فاكس كفر لا انا عندي سمر دوكيمنت اقفل السمر دوكيمنت دوت اقفل السمر دوكيمنت اصل مكتوب عندي بليز move this window away from the chair ده ايه ده بقى؟ مش عارف صور الصورة صورها وبعتها لي على الواتساب ده اه جت التليفون في الواتساب واعمل ايه؟ الصورة اقفل طب اقفل ماي سمر دوكيمنت دي اقفلها ايه السمر دوكيمنت احنا خلاص شفناه سمر دوكيمنت لا ها اعمل شير جات لكم اعمل شير تاني اعمل شير تاني تمام هي دي فعلا good job يا ادم شكرا ميس نكمل باقي الواجب وانا هعمل سيرش اشوف السمر دوكيمنت ديت هشوف ايه المشكله اللي فيها نكمل الدوكيمنت الملف الثاني اللي هو 1.2 محمد حسين دلوقتي الكمبيوتر اتصلح ابتدي اشتغل على الواجب مازن واحمد فتحي نتفرج على المحاضرات وننفذ الواجبات تمام ومنتظرة مشاركة منكم المرة الجاية مازن وأحمد تمام اتفرجوا على المحاضرات والمرة الجاية هنشارك بحاجة لازم المرة الجاية تعرض لي حاجة فأنا محمد حسام الواجبات تتنفذ الحاجات اللي كانت متأخرة عليك تنفذها وترفعها على كلاس الإدمودو اتفقنا؟ مين ترفعها على كلاس الإدمودو؟ الحاجات بتاعة اللي احنا عاملينها دلوقتي الواجب ايوه ايه ده في اساينمنت ايش هوم وورك ارفع عليه حاضر هرفعها تمام حد عايز حاجه لا شكرا يا ميس شكرا يا ميس باي باي انت من اهله حبيبي يلا سلام